يعني بيقولوا من الجامل للأهلي، والناحية التانية الأهلي بيهاجمني على إن أنتوا ارحم اللعيبة وأنت ضاغط على اللعيب. يعني أنا في أبو ظبي جمهور موجود مشجع، ممكن يكون يشجعوا نادي من أندية، يقول أنت مدلع الأهلي. وبعدها بدي أي واحد بيعدي، حرام عليك لعيبة الأهلي، أنت بتعمل في لعيبة في الأهلي كده ليه؟ فأنا مش عارف أنا معايا هنا ولا معايا هنا. فنتمنى بس الإعلام يوضح الأمور، والأمور دي كلها أرقام، والشهر ممكن يبقى 29، ممكن يبقى 30، 31، ما ينفعش يبقى الشهر عندنا يبقى 40 يوم عشان يمشي ده العالم. هو الشهر ما معروف عدد الأيام بعدد المسابقات بعدد المباريات بعدد السفريات. لو بس حد تعب نفسه بس بحسبة كده يشوف المنتخب واخد شهرين ونص من الموسم، الأهلي واخد 20 يوم من السوبر الأفريقي، و15 يوم في كأس العالم للأندية، 35 يوم و5 أيام من مباراة الاتحاد العاصمة، أدي 40 يوم بالإضافة للأيام بتاعة المنتخب. هسيب بيت الأيام فاضل لها قد إيه في السنة يعني. ده كلام مهم جدا من الكابتن عامر حسين.